بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاق جديد من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا الخامس المخصص للأبكار ينطلق بحفظ من الله ورعاية وتوفيق وجهود اللجان المنظمة في هذا الميدان. ينطلق هذا الشوط معنا 28 اسما مشاركا باحثا عن الناموس، باحثا عن الانتصار في هذا الملتقى الجميل مع اسبوعنا اسبوع الصغار. مباشرة نسير الى راس حربة هذا الشوط، الى مقدمة هذا الشوط مع المركز الاول. هنا ايضا شقرة سالم بن صالح بن عامر ايضا الصعلي يتقدم على المقدمة وعلى الصدارة الأولى مع المركز الأول. أعطيني هناك أيضا الكنية أبو من؟ أبو صياح. هنا أيضا أعزائي المشاهدين أشكرك هذا أبو صياح الذي يتقدم هنا على الصدارة الأولى. ثانيا على الوصول وتقدم هنا أيضا من قارع محمد بن هاشم البراشد الخاطري، نقلتنا إلى المركز الثالث على الوصول وتقدم من ملامة عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري اللي احتلت المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع القادمة هنا أيضا وصول من سرابة أم سعيد بن محمد بن سالم الحجري هناك أيضا، بينما هنا وصول وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام نوف يا نوف اللي سمها من ثلاث حروف تتقدم في هذه اللحظات، قران بن محمد بن قران العامري. بينما المركز السادس القدوم من الغزيل راعة الثيل القادمة في هذا المسار راشد بن علي بن راشد الاكتبي، أو هناك أيضا راشد أو أحمد بن محمد أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، هذه من حافة اللي وصلت في هذه اللحظات. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعينا هنا ومستمعينا الأفاضل. هناك أيضا قاره عند الخاطري، عند الخاطري ركز يا أبو بدر، ركز يا ناصر هنا أيضا في هذا المسار الجميل. الكيلومتر الأخير والشوط هادي، الشوط هادي ونحن منطيق الهدو، منطيق الهدو هنا في هذا المسار. الشوط ما زال هادي هنا في هذا المسار. روح اللي يبغي الناموس، شل التلية يا أخوي، روح إلى البر الناموس، روح إلى الانتصار، إلى ناموس هذا الشوط، إلى تحقيق نقطة في هذا الميدان. خلاص البداية هو المقدمة مع المركز الأول على صدارة هذا الشوط. الخاطري يتقدم مع المركز الأول مع قارة في هذه اللحظات في هذا المسار الجميل. المركز الثاني اللي واصل في هذا المسار الجميل والتحدي المثير
متر، يا سلام الخمسمية متر الأخيرة، الخمسمية متر الخطيرة، غارة ما زالت هناك أيضا كانت على ماض وصيفة للناموس في ميدان دستور، في ميدان دستور هنا في هذا الانطلاق الجميل، وتلحق من سلالة الطاير، هناك أيضا تلحق من سلالة الطاير، هنا أيضا على البداية تعيد إنجازاتها، تعيد تحدياتها المثيرة على البداية الأولى وعلى الصدارة الأولى. الله يا غارة، الله يا غارة، على المقدمة هنا محمد بن هاشم بن راشد الخاطري، ومشكور يا ناصر يا العويسي مشكور، هناك أيضا فلله درك يا أبو بدر، فلله درك على تقديم نوعيات مميزة في عالم سباقات الهجن. الله، هذه غارة صاحبة الترشيحات هنا أعزائي المشاهدين. المركز الثاني السراب سعيد بن محمد بن سالم الحجري اللي احتلت المركز الثاني بأمانة، قدمت عرض جميل. المركز الثالث وصول وتقدم هنا أيضا من مشرف سيف بن يعيوب بن سويد المنصوري، هنا أيضا شعار بولاشد ما يبنى الإطالي في هذه اللحظات، وهنا أيضا وصول من نوف قران بن محمد بن قران العامري، توقيتنا الزمني 5:04 وفاء وتماما وكمان.